طيب السؤال الجاي ليك، في رأيك مين هو في هذه اللحظة أفضل لاعب في العالم؟ لاعب أحسن من لاعب في العالم. ممكن أقول مبابي، ممكن أقول رونالدو، صلاح. صلاح مهاجم قوي جدا، أقدر أقول الثلاثة دول من أقوى اللعيبة في العالم. آخر مباراة لرونالدو عمل 3 أجوان، كانت مباراة قوية جدا جدا، هو بيكمل البطولة بتاعته. أيضا كيليان مبابي مهاجم غير طبيعي، أيضا محمد صلاح هو لاعب غير عادي، مهاري وقوي جدا. أقدر أقول الثلاث لعيبة دول من أفضل 3 لعيبة في العالم.